تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أقام صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس مأدبة عشاء كبرى مساء اليوم في القصر الوطني. فلدى وصول جلالة الملك المفدى كان في مقدمة مستقبل جلالته جلالة الملك ماليزيا ودولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق. وقد تفضل صاحب الجلالة حفظه الله بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار في ميالين الصها: إنه لشرف كبير وسعادة غامرة لنا أن نزور ماليزيا الشقيقة ونلتقي مع أخينا صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، ونشيد بمساهمات جلالته في تطوير ماليزيا وتحقيق أمنها واستقرارها. ويسعدنا أن نعرب عن إعجابنا بالإنجازات والتقدم في ماليزيا والحرص على التوفيق بين الأصالة الدينية والتراثية وبين تطورها الحديث بما يحقق الوئام بين مكونات الشعب الماليزي. وفقكم الله وأدام الازدهار والرقي لماليزيا وشعبها العزيز. عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اجتماعا مع صاحب الجلالة ملك ماليزيا، تم خلاله استعراض العلاقات الوثيقة الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين. بعد ذلك تم تبادل الهدايا بين حضرة صاحب الجلالة وصاحب الجلالة السلطان محمد الخامس. بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى وصاحب الجلالة ملك ماليزيا إلى قاعة الولائم الملكية بالقصر الوطني، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلمين الملكية البحريني والوطنية الماليزية. ثم تمت قراءة دعاء الحمد والشكر أمام جلالة الملك المفدى وجلالة ملك ماليزيا بأن يحفظ البلدين الشقيقين ويديم عليهم الأمن والأمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عزيز يا قهار, kami mendatangkan mohon kepadamu taufik dan hidayah, inayah dan riayah. Iratkanlah perhubungan di antara kami untuk menjalinkan persahabatan dan kerjasama di antara kerajaan Malaysia dan negara Bahrain serta pemimpin kedua-dua negara. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah ke atas His Majesty King Ahmad bin Isa Al-Khalifah, King of the Kingdom of Bahrain, para pemimpin dan seluruh rakyat kedua-dua negara, agar terhindar dari segala keburukan dan mara bahaya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. بعد ذلك قدم عدد من أبناء وبنات الشعب الماليزي عرضا للفولكلور التراثي والثقافي في مملكة ماليزيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك ألقى صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس كلمة هذا نصها: صاحب الجلالة, هناك مجالات كثيرة لتعزيز التعاون التجاري, ولهذا السبب أود أن أدعو القطاع الخاص في بلدينا إلى فتح آفاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار. علاقتنا لا تقتصر على التجارة فقط, فهي تمتد إلى جميع المجالات وخصوصا التعاون في مجال الدفاع. دعوني أعبر مرة أخرى عن سعادتي في استقبال صاحب الجلالة وأدعو له بالصحة والعافية ولشعب البحرين الأمن والسلام والتقدم والازدهار. antara pemimpin kedua negara. Jelas sekali dapat dizahirkan bahawa lawatan negara seperti ini memberikan peluang kepada kedua-dua negara untuk memperkukuh lagi kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pelancongan dan perdagangan. Kedua-dua negara merupakan anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pergerakan Negara Berkecuali NAM, Non-Aligned Movement, dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, dan kedua-dua berkongsi pandangan berhubung isu-isu global khususnya yang berkaitan dengan isu sejagat dan ummah. Duli Yang Mulia Tuanku, Perintah Amat Gembira melihat kesungguhan
kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan dua hala. Terdapat peluang dan potensi dalam meningkatkan perdagangan dua hala. Atas sebab itu, Malaysia ingin menjemput dan menggalakkan sektor swasta kedua-dua negara untuk memainkan peranan lebih aktif meneroka peluang perdagangan dan pelaburan di Malaysia dan Bahrain. Kita percaya masih banyak peluang dan manfaat yang boleh digembleng bersama dalam meneroka peluang ekonomi di antara kedua-dua negara. Namun, kita berkeyakinan bahawa potensi tersebut bukan hanya wujud melalui perdagangan dan pelaburan. Dalam perihal ini, suka kita menzahirkan bahawa kerjasama dalam bidang pertahanan akan terus menguatkan hubungan antara kedua-dua negara. Justru, kita sekali lagi ingin menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada tuanku dan delegasi kerana sudi bertandang ke Istana Beta pada hari ini. Beta berdoa kepada Allah SWT agar tuanku dikurniakan afiat dan kesejahteraan dan semoga rakyat Bahrain dirahmati dengan keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا المعظم، أصحاب السمو والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في البداية أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدعوة جلالتكم الكريمة لنا لزيارة ماليزيا الشقيقة التي أسعدتنا زيارتها ووجدنا فيها كل ما يؤكد على ما نعرفه من عراقة تاريخها الإنساني وعمق نهضتها الحديثة وما يبشر باستمرار تقدمها ورخائها بفضل قيادتكم من بعد الله وتكاتف إخواننا أصحاب الجلالة الأجلاء لتكون مملكتكم الشامخة نموذجاً متكاملاً للتنمية الشاملة بمختلف أبعادها. صاحب الجلالة، تعتز مملكة البحرين بتوجهات ماليزيا الثابتة والمتزنة في الانفتاح على العالم وتبنيها لقيم الوسطية والاعتدال وتمسكها بمبادئ التعايش والتسامح ورعايتها للتعددية الثقافية والدينية، وهذا نهج متأصل تتبناه سياسات بلادنا على الدوام لحفظ مكتسباتها وصد كل ما يهدد نمائها واستقرارها. وفي هذا السياق نقدر لماليزيا أشد التقدير مشاركتها الفاعلة والمؤثرة في قوات التحالف الإسلامي والدفاع المشترك لمواجهة وصد قوى التطرف والإرهاب وإرساء أسس السلام لمستقبل مشرق وواعد لأمتنا الإسلامية بإذن الله تعالى وتوفيقه. إن مملكة البحرين بحكم علاقاتها الوثيقة مع بلدكم الشقيق وما تحقق عبر تاريخ تواصلنا من تعاون مثمر في المجالات التجارية والاستثمارية لتؤكد على استعدادها الدائم بإتاحة كافة إمكاناتها للوقوف مع ماليزيا وفتح آفاق عمل جديدة تعود على بلدينا بالنماء والازدهار. متطلعين بهذا الشأن
إلى سرعة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سنعتمدها قدم إن شاء الله في المجال الدفاعي ومجالات الخدمات الجوية ومجالات النفط والغاز، وبالإضافة للتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة، وذلك لتعزيز مسارات التعاون بين بلدينا الشقيقين. وختاماً، يسرنا أن نتوجه لكم بخالص التهاني على الذكرى الأولى لاعتلائكم للعرش التي احتفلت بها ماليزيا قبل أيام قليلة، شاكرين لجلالتكم ما شاهدناه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة منذ وصولنا لماليزيا الشقيقة، منتهزين هذه الفرصة الطيبة بتوجيه دعوتنا لجلالتكم ولجميع من يحضر هذه الأمسية الكريمة لزيارة مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع بلدكم. دعينا الله تعالى أن يوفقكم في خدمة وطنكم ودوام تقدمه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.